أجرى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء زيارة تفقدية لأوراش بناء وتهيئة وتأهيل بنيات تحتية بإقليم سيدي إفني. كما تتشوفوا هي مشاكل فنية كبيرة، لأن الطول ديالها تقريبا 116 متر، والعرض ديالها غيسمح للمركبات والسيارات ولكن كذلك للراجلين وكذلك للدراجات النارية والدراجات العادية. هذه بطبيعة الحال من المشاريع اللي هي مهمة بالنسبة للإقليم ديال سيدي إفني. كاين بطبيعة الحال الميناء، غادي ندير ليه زيارة، اللي هو ميناء مهم جدا اللي كلفنا حوالي 260 مليون ديال الدرهم الإصلاح ديالو، وانا تلقيت طلبات من الساكنه ربما تكون خطوط بحريه مع جزر الكناري، وهذا غيكون عنده تبعها اثر اقتصادي واجتماعي على الاقليم سيدي افني. وكاين الطريق الوطني 21 اللي غاديه من سيدي افني حتى لكلميم، اللي حتى هي غادي نوسعوها وغادي نقويوها، وهذا كذلك حتى هو كان مطلب ديال الساكنه. وأبرز الوزير أن مشروع المنشأة الفنية الرابطة بين سيدي إفني وتيزنيت تعد مشروعا هاما سيسمح بتسهيل حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.